بريباري لي قهوة بيان سيري. كيفاش تهضر؟ على بالك وليت نغير كيشوف نساك شي يهضروا معاهم رجالهم بالحنانة. لا تعيلي مخي مع صبيحتي ربي، جيبيها لي إن رأسي يوجعوني. شوف سيدك عكاشة كيفاش يهضر مع مرتو وتعلم منه. تجبدين رجلا آخر وتكومباريني به؟ أنا أصبح حلابا مثل عكاشة؟ تاع وجهيني متمنية تولي كيما عكاشة. لعنة عكاشة العقل دخل إلى شمبرتي، اليوم نهاره سأنفيه من هذه الأرض. أحضروا لي عكاشة. أنا عكاشة الجميل وأحب الأزهار وأحب الفراشات. أنا عكاشة، أنا عكاشة. ويحك، ماذا درت لسيد القبيلة؟ سنقطع رأسك. أيها المارق الزنديق، لقد بهدلت القبيلة بثقافتك. أسكوتشي أننا أصبحنا تحريشا بسببك. منذ متى كانت الثقافة تبهدلة؟ إن العلم نور والجهل ظلام. أنت تقلقني بهذه الأخلاق. أم بلس أيها الحلاب، أنت تفتح الباب لنسائنا لكي يلقوا لنا السبة. أنا سأدفع روحي وبدني ثمنا للدفاع عن حقوق المرأة في قبيلتنا. أيها المغفل، الرجال هم من سيدفنونك. ونحن نريد أن نرجعك درجز. ولكني درجز باحترام المرأة ومساعدة زوجتي في غسيل المعن ومطالعة الكتب، ثم أغسل أسناني كل يوم وأذهب لأنام باكرا. هذه هي الرجلة، لماذا لا تسيي بار اكزومبل الزطلة؟ أو لماذا لا تسيي أن تضرب زوجتك؟ أنا ضد العنف وسأناضل حتى تنتشر الأخلاق الحميدة والسلم والمحبة والأخوة والصداقة والتضامن والرقي بالأفكار. لقد لعبت لي على المورال. لماذا أنت عامل هكذا؟ من أين خرجت؟ أنا إنسان نورمال، المشكلة فيكم أنتم. قال لك نورمال. ماذا تفعل في أوقات فراغك؟ هل تكونكتي في الفيسبوك؟ هل تلعب بلاي ستيشن؟ لا، إنها مضيعة للوقت، فأنا أهوى جمع الطوابع والتعرف على الأصدقاء بالمراسلة. إيكوت، أنا سأخلصك فيما بقي من شهريات، واتكل على الله. ديجاج من قبيلتي وافتح قبيلة وحدك أو دمردي روحك. أنا لا أهتم بالمال، فالدراهم هم زبل الدنيا، والمال الحقيقي هو الذي يوجد داخل قلوبنا الصفية الزكية الطاهرة. فالمال لا يجلب السعادة. المال لا يجلب السعادة، ثقافتك إذن هي من سيجلب للسعادة. من فضلك، أنت لست مثلنا. أنا مثلا عندما يقلقني رجل البرية أسبه ديركتوم. انظر رجل البرية، أنت حمار. يلا روعة، شكرا لك. هيا سبه أنت، قل له حمار. هيا فاسي إيسي. أنت لا أستطيع. رأيت، نحن ديفيرو. انظر لمقران، ليس عنده قلب مثلك. افعل ما تفهمنا عليه. مقلك، هذه زهرة، سأكسيرها وأعفسها هكذا هكذا. لقد كسر الزهرة الجميلة ذات الألوان بقلبه البارد. هل أحسست بشيء؟ فريمو جيريان سونتيابوس. أرأيت؟ انظر إلي، هذه فراشة، انظر. لقد قتلتها وعبستها ولم تغدني، وإذا لم تذهب سأقتل كل الفراشات. خلاص أذهب لأنقذ الفراشات، وسأبعث لكم البريات، وسأتوحشكم كثيرا لأنكم أحبائي وأصدقائي. روح روح يا اسمك روح. أين هو الشمغمغ؟ حوز عليه يا مقران. أنا أحب الأزهار. أنا أحب الفراشات. أنا الشماغمغ.
علاش يا مطمط؟ ماذا يحدث لك؟ لقد توحشت زوجتي التي أحبها كثيرا. لا لا لا، عكاشة نشر الفيروس قبل أن يذهب.